طيب نشوف الإطلالة اللي بعدها. الورود. الورود هلا مكسر الدنيا طبعا. الورود. اللي ما بيعرف ينسق دائما يروح للون سادة مع الورود، لما يكون في ألوان كتير يفضل النيوترال، بس مثلا هي لابسة لون سادة أصفر جنب لايت فكتير أحلى تطلع، ولابسة حذاء نيوترال تحت فمتناسق. هون لابسة حذاء فضي ولابسة مقلم فوق فبتشوفي برضو ألوان كتير وعجقة كتير مش مريحة للنظر، فنروح دائما للون سادة مع الورود. عجبتني هذه الإطلالة مع أنه الأصفر ما هو موجود على التنور أبداً، بس أبداً. لأنه لون سادة فجاي بلايك. هذه حلوه عجبنا، اذا الاطلاله موفقه هذه. طيب نشوف الاطلاله اللي بعدها. هلا ملابس الرياضه صارت موضه، بنقدر نلبسها مع اني انا ضد، نقدر نلبسها كل خلال كل نهار، بس مثلا معزوم على برانش ما بتقدر تطلع ببلوزه زي هيك تانك توب للرجال ولابس حذاء الرياضه تروح على برانش، البسي السوت كامله، البسي البدله كامله وروح على احلى برانش وكون بي او ما تلبس البدله الرياضيه من اصله. انا صراحه تعرضت لهذا الموقف لما كنت مسافره الان في الصيف، كنت اطلع في بعض الاماكن تدري جو مطر وبرد وكذا، فالبس لبس كامل زي كده. جات الانتقادات مره كثير انه انت ليش ما بتهتمي بمظهرك وليش ما قلت لهم انه موضه هلا، وهو غير انه موضه مريح ويتناسب مع الجو اللي انا فيه الان وخروج ورياضه وكذا يعني، فحسيت لبس الجاكيت وجلح